اهلا وسهلا بيكم، معاكم سلام سالم، قناه كول اكاديمي. والحلقه دي هنعمل الماتيريال اللي استخدمناه في لوميون عشان نخلي لايت السياره ينور ويطفي. الحلقه اللي فاتت كل الموضوع ان احنا ادي برنامج ادوب بريمير، ممكن نروح عاملين له هنا نيو كلر ميت، بنختاره له ابيض مثلا. اوكي، ادي الكلر ميت، نروح حاطينه على التايم لاين، نشوف التايم اللي احنا عايزينه، ممكن حاجه صغيره جدا. ونيجي من البوزيشنز نبعده خالص عن الكاميرا، نخلي الشاشه سودا، نحط له نقطه، نقدم شويه، نحط هنا بوزيشن تاني، نقدم شويه ونمسك البوزيشن ده، نسحب الكلر، المهم ان هو يعدي من قدام الكاميرا بس كده. خلاص نشوف كده هيطلع شكله ايه، هو نفس الاضاءة اللي احنا طلبناها. هنروح عاملين كده اكسبورت ونقول له اكسبورت على 264 وهاي كواليتي، او مش لازم هاي كواليتي يعني لايت مش، ونختار له المكان ونقول له اكسبورت. خلاص عمل اكسبورت، ده هنقدر نحطه زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت وهيطلع بالشكل ده اللايت المتحرك. وأشوفكم على خير الحلقة الجاية، مع السلامة.